أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنقدم لكم أفضل 10 حركات رياضية لتكبير الثدي، ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. نبدأ أولا بتمرين الضغط. فتمرين الضغط العادي أو التقليدي من ضمن أفضل 10 حركات رياضية لتكبير الثدي وشده، ويعمل على تقوية عضلات الظهر والصدر وحركة دهون منطقة الظهر بفعالية. كما أن هذا التمرين له تأثير إيجابي على تكبير وشد الثدي بطريقة مثالية، ويحسن كذلك من المظهر الخارجي لشكل الثدي، ويعمل على رفعه في حالة شدة الترهلات. وطريقة القيام بالتمرين: أولا يتم الاستلقاء على الأرض على راحتي اليد، ثانيا يتم رفع الجسم إلى أعلى مع فرد الذراعين جيدا، ثالثا يتم العودة ببطء إلى الأسفل وهو الوضع الرئيسي، ويتم التكرار 30 مرة. ثانيا تمرين عضلة الترايسبس، وهو من التمارين والحركات الرياضية القوية جدا في إعطاء مظهر جمالي مشدود ورائع للثدي والذراعين، حيث يساعد على رفع الثدي وتكبير حجمه بشكل ملحوظ. كما أن هذا التمرين يساعد على زيادة قوة تحمل الذراعين في حمل وجر الأشياء، ويحتاج هذا التمرين إلى حمل أوزان حسب المقدرة، حيث أنه يساعد على تقوية عضلات الصدر بشدة، كما أنه يعتبر من أقوى التمارين التي تساعد على تضخيم العضلات وزيادة كتلتها. وطريقة القيام بالتمرين: أولا عليك اختيار الوضعية الأفضل، إما في وضع الجلوس أو الوقوف بشكل مستقيم. ثانيا حمل الوزن بين اليدين مع رفعه إلى الخلف، ثم العودة مرة أخرى بين اليدين، وتكرار هذا التمرين 30 مرة على الأقل. ثالثا تمرين الضغط على الحائط، وهو يعتبر من التمارين السهلة البسيطة للمبتدئين الذين يريدون ممارسة تمرين بسيط في المنزل وفعال، ويساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الصدر مع شد الترهلات الموجودة بالذراعين والصدر، وتعمل هذه الحركة على شد ترهلات الثدي والذراعين مع رفعه وتكبيره بشكل ملحوظ. وطريقة القيام بالتمرين: أولا الوقوف بشكل مستقيم أمام حائط، ثانيا ابتعدي بقدميك قليلا عن الحائط مع الاستناد باليدين على الحائط بشكل مستقيم ورفع الصدر للأعلى، ثالثا عليك بالاقتراب بالجزء العلو فقط إلى الحائط حتى يكون ثني اليدين عند 90 درجة، رابعا العودة إلى الوضع الأساسي مرة أخرى مع التكرار حسب المقدرة، رابعا تمرين تدوير الذراعين، وهو من التمارين السهلة والبسيطة أيضا، ويمكن القيام بهذا التمرين سواء بوزن أو بدون، ويعمل هذا التمرين على شد ترهلات الثدي بفاعلية، وكذلك زيادة حجمه مع رفع الصدر للأعلى وتقوية العضلات، ويساعد أيضا على شد ترهلات الذراعين وتقويتها. وطريقة القيام بالتمرين: أولا اتخاذ الوضعية المناسبة للجسم سواء بالوقوف أو الجلوس، ثانيا فتح الذراعين حتى يصبحان خلف الظهر قليلا، ثالثا تدوير الذراعين بإرجاعها إلى الأمام مع التكرار سواء بحمل وزن أو بدون، خامسا تمرين الضغط بوزن على المقعد، وهو من أكثر التمارين التي تعزز شد وتكبير الثدي خاصة على المقعد الخاص بتمارين الصدر، ويعمل هذا التمرين على تقوية عضلات الصدر مع زيادة الكتلة العضلية للذراعين والصدر معا، وشد أي ترهلات تشوه المظهر الخارجي. وطريقة القيام بالتمرين: أولا يتم الاستلقاء على الظهر على المقعد، ثانيا الاستعانة بوزن حسب المقدرة، ثالثا رفع الذراعين بالوزن إلى أعلى ثم النزول عند زاوية 90 درجة والصعود إلى أعلى مرة أخرى، ويتم تكرار التمرين حسب الرغبة بشرط ألا يقل عن 30 مرة. سادسا تمرين سوبرمان، ويعمل هذا التمرين على تحسين مظهر الجسم وتقوية عضلات القطنية، وهي مهمة جدا لمن يعاني من آلام مستمرة في الظهر، كما أن هذا التمرين يعمل على تقوية عضلات الصدر ورفع وشد الثدي لأعلى، وهي من أهم أساسيات الحصول على مظهر جذاب للثدي وكذلك منحه الحجم المناسب للجسم. وطريقة القيام بالتمرين: أولا يتم الاستلقاء على البطن على سطح مستوي، ثانيا مد اليدين إلى الأمام ورفعهم لأعلى بشكل موازي مع القدمين، ثالثا العودة إلى الوضع الأساسي، ويتم تكرار هذا التمرين لمدة 30 ثانية، سابعا تمرين الكوبرا، وهو من التمرينات المهمة جدا لشد ورفع الثدي إلى أعلى، وكذلك يساعد على الحصول على جسم ممشوق للغاية. وطريقة القيام بالتمرين: أولا يتم الاستلقاء على البطن على الأرض أو أي سطح مستوي، ثانيا يتم الارتكاز على اليدين مع رفع الجزء العلوي من الجسم إلى أعلى وثبات الجزء السفلي ملتصق بالأرض، ثالثا رفع الرأس إلى أعلى مع الثبات على الوضعية قليلا، ثم العودة ببطء إلى الوضعية الأولى، ويتم تكرار هذا التمرين 3 مرات مع أخذ 30 ثانية لكل تمرينة. ثامنا تمرين التصفيق بالذراعين، وهو من التمارين التي تساعد على شد الذراعين والصدر معا، ويساعد أيضا في زيادة حجم الصدر ورفع الثدي إلى أعلى. وطريقة القيام بالتمرين: أولا يتم الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم، ثانيا يتم فتح الذراعين مع إرجاعهم إلى الخلف ناحية الظهر ثم الرجوع إلى الأمام مع التصفيق، ويمكن القيام بهذا التمرين مع الأوزان، ويتم تكراره 30 مرة.
تاسعا تمرين ضغط الصدر الأفقي، وهو يعمل على تقوية عضلات الصدر وبالتالي شد الثدي ورفعه لأعلى. وهذا التمرين لا يعمل على زيادة حجم الثدي فقط، بل زيادة حجم عضلات الصدر. وطريقة القيام بالتمرين يتم الوقوف بشكل مستقيم. ثانيا مد الذراعين أمام الجسم مع ثنيهم بزاوية 90 درجة. ثالثا فتح الذراعين مع ضمها مرة أخرى مع التكرار. وأخيرا يمكن ممارسة الحركة إلى الأعلى. عاشرا التمرين باستخدام الكرة، وهذا التمرين من أكثر التمارين الممتعة التي تعمل على شد ترهلات الثدي وزيادة حجمه، مع أيضا تقوية عضلات الظهر وحرق الدهون. ويتم حمل أوزان في هذا التمرين لفعالية أكثر. وطريقة القيام بالتمرين، أولا يتم الاستلقاء بالجزء العلوي على الكرة. ثانيا محاولة استدارة الذراعين بالوزن حول الرأس بحركة دائرية. ثالثا العودة إلى الوضع الأساسي والتكرار لمدة 30 مرة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات.